السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات كورس العربي للجزء الثاني. الحلقة اللي فاتت أخدنا إزاي نعمل Add to Cart وعملنا الفيو بتاع الكارت. النهاردة بإذن الله هنعمل Increase و Decrease. الإنكريز موجودة فعلا اللي هو ال Add to Cart، بس هنربطها بالبوتون الخاص بيها. مبدئيا تعالوا نضيف كذا منتج كده للعربة، كده واحد معانا اهو، تاني ننكرز ده واحد، وناخد ده كمان مرة. كده معانا 3 منتجات اللي هو فلاور وان في منه 2، وجيم في منه 1، وبوك وان في منه 1. دلوقتي هنشغل الزرارين دول. الزرار ده كده كده البطن ده كده كده هيشتغل معانا، لان هنربطه على طول بالاد تو كارت، لان اصلا الاد تو كارت بتعمل انكريز. فهنعمل ايه؟ هناخد الاد تو كارت ده ونروح للكارت، ده هيبقى ايه وده هيبقى ايه. هنا هنعمل ال href بتاعنا route، add to cart، نديله ال cart id اللي هو ال item object ال id. تعالوا نجرب كده، نعمل ريفرش، نضيف مثلا بوك وان، نضيف منه 1، نضغط على البتون، تمام بقى الكوانتيتي بتاعه 2. تعالوا بقى نعمل الديكريز، ننقص من الكوانتيتي بتاعتنا. هنيجي على الكارت اوبس، هناخد بس الاتنين دول، هنعمل public function decrease. هنحط ال cart ال items وال total price. هنعمل ايه؟ طبعا هنا هيبقى فيه برودكت زي الاد تو كارت بالظبط. هنقول له دولار او اف، او هنعمل اول فور اتش على الايتيمز، ايتيمز ترانسفورم فانكشن بتاعنا item. هنعمل use للبرودكت، use عشان نستخدمه جوه الفانكشن. هنقول له if ال item object ال id لو ساوى البرودكت اي دي، يبقى الايتم كوانتيتي ناقص يساوي 1، ينقص من الكوانتيتي 1. هنعمل ريتيرن للايتم. بعد كده هنعمل فلتر. الفلتر ده هنعمله لسبب واحد، اللي هو لو الكوانتيتي بصفر هنعمل فانكشن اسمه فلتر، او كوليكشن اسمه تو فلتر. ممكن تشوفها في الكوليكشنز في الدوكيومنتيشن بتاع لارافيل، وترانسفورم برضو.
ترانسفورم او ما بالاتنين نفس الفعل. الفلتر هندي لها فانكشن كول باك، ايتم برضو ريتيرن. لو الايتم هيرجع لي الايتم ده، لو الايتم كوانتيتي اكبر من الصفر، بمعنى لو الكوانتيتي بصفر خلاص امسح لي الايتم زي ما عدتش عايزه. التوتال برايس بقى هنقول له توتال برايس بيساوي او ناقص يساوي البرودكت برايس. نرجع بقى الاري زي ما كانت، هنعمل هنا كولكت للايتمز عشان نعرف نعمل عليهم العمليات بتاعتنا. هنرجع الكارت زي ما كانت، كارت بيساوي الاري اللي اسمها كارت، توتال برايس اللي هو التوتال برايس بتاعنا، والايتمز اللي هي الايتمز اللي فوق دي، ونعمل بوت للسيشن. تعالوا نجرب الكود بتاعنا. هنيجي هنا هنعمل راوت جديد get decrease cart item quantity، هنديله ال ID بتاع البرودكت، هيبقى السايد كارت كنترولر ده، بس هنغير الميثود تبقى decrease quantity. هنيجي هنا هنعمل ميثود جديدة decrease quantity، طبعا دي بتاخد ال ID. هنيجي هنا نقول له product يساوي product find ال ID. new ops نفس اللي فوق دي، بس بدل add to cart هتبقى decrease. تمام، وال return back بتاعتنا عادي. تعالوا ندي للراوت نيم وليكن decrease quantity عادي، هنعمل نيم decrease quantity. يبقى هنا يبقى في الكارت هنسميه side dot decrease quantity، side dot decrease quantity. تمام كده، تعالوا نجرب الكود. نسينا نحط البرودكت. برودكت اي دي، تعالوا مثلا ننقص واحد من البوك. تمام كده، ننقص واحد من الفلاور. تمام، تعالوا نشيل البرودكت اللي في النص ده خالص. تمام كده، احنا كده شغالين. تمام، طب مجموع الاتنين 40 و300، 340 كده احنا ماشيين تمام جدا وكل حاجة كويسة. 380 دلوقتي هنعمل صفحة الدفع، هتبقى عبارة عن الادرس بس، مش اي حد هيقدر يدخل عليها غير لما يكون عامل لوجن. طب عشان نمنع ان حد يدخل عليها وهو من غير ما هو عامل لوجن نعمل ايه؟ مبدئيا هنخفي البطن خالص،
نخفيه ازاي؟ في حاجة لذيذة جدا اسمها قص. قص دي معناها لو انت اوثنتيكيت هتقدر تدخل هنا، لو ما انتش اوثنتيكيت مش هتقدر تدخل هنا. تيجي نشوف، اختفى خالص. او ممكن نسيبه عادي، بس هو بيدخل اعمل ريدايركت لللوجن. تعالوا نعمل الصفحة بتاعته. اول حاجة هنعمل لي روت، ناخد ده كابل كده، هنقول له وليكن كارت كونفيرميشن، النيم بتاعه نفس النيم هنا، وليكن بيبيج. تعالوا للكارت هنا، هنعمل function كارت confirmation، هنقول له if os check، او في الواقع not also check لو ما فيش authentication، يبقى هتوديني redirect اللوجن. هنديله بارامتر كده اللي هو redirect URL بيساوي كارت، بحيث ان هو يرجع للكارت تاني بعد ما يخلص. هنا الكارت كونفورميشن هنقول له ريتيرن الفيو، تبقى صفحة بسيطة بس بحيث ان احط فيها الادرس، بيبقى فيها اوبشنز كتيرة بس الكورس هنا متاح الادرس بس. هتبقى مثلا سايت دوت ممكن كارت كونفورميشن، نعمل صفحة جديدة اسمها كارت كونفورميشن جوه الفولدر بتاع السايت دوت بليت دوت اتش بي. الاكستند بتاعتنا سايت دوت لي اوت دوت ماستر، سيكشن الكونتنت ان ذا سيكشن. تعالوا نربط كده الباتون ده الراوت سايت دوت كارت كونفيرميشن. تمام، هنا في اللوجن بقى نرجع للوجن تاني، اوس لوجن هنا هحط له جوه الفورم input hidden، name redirect URL. ممكن استخدم previous بس انا بحب الطريقة دي.
الـ value بتاعته الـ request الـ يو الـ redirect URL. ممكن نعمل بعد البطن بتاع اللوجن a dot text center register. نعمل صفحة register حطها جوه هنا عادي. تمام، بحيث ان انا لو ما معيش اكونت اعمل ريجستر. لو في ريكوست ريدايركت URL يبقى هنزود ريدايركت URL بيساوي request redirect URL أو string var. تعالوا نشوف user مثلا. تعال نعمل user جديد وليكن يوزر، وليكن يوزر كلاينت. تمام، تعال نعمل لوجن بي. تعالوا بس نظبط الريدايركت يو ار ال اللي احنا عملناها دي قبل ما نعمل لوجن. post login احنا قايلين هنا لو ده بالنسبة لو هو. طيب تعالوا كده if post if os user الطيب بيساوي admin يبقى يروح لل URL عادي لل dashboard else هي return redirect ممكن نعمل في return redirect هنا لو الريكوست فيها ريدايركت يو ار ال يبقى هيروح للريكوست ريدايركت
URL او يروح للهوم بيج. هنا عندنا الريدايركت URL، تمام، راح للكارت والبرودكتس بتاعتنا موجودة، نقدر ندخل هنا بقى، تمام، بي بيج. تعالوا بس الأول نكمل الصفحة دي وبعدين نعمل لكم الريجستر. تمام، ممكن نعمل هنا الفورم. نسيب الاكشن فاضي دلوقتي، نعمل مثلا تكست اريا او دوت فورم جروب، الاكشن على كلاس مثلا كونتينر هنا النيم والاي ده هيبقى ادرس، ونعمل كلاس فورم كنترول ليبل هيبقى ادرس ادرس تحت هنا بقى يبقى بطن مثلا، او دي ممكن ست بس. ودي 8، ودي 4، ده يبقى جواها او مش لازم ديف، هيبقى input. طيب submit ال value save card مثلا، نديله بلس اللي هو العادي بتاعنا ده، ما علينا دي مش مشكلتنا دي. هنديله بس شكل جمالي وليكن بوتون انفو. تعالوا نعمل الراوت بتاعه، ناخد ده مثلا نعمله بوست، كارت برضو تبقى كارت ستور، كارت ستور هنيجينا نعمل الكنترولر بتاعنا او المسج بتاعتنا، هنبصلها الريكوست
هنا هنقول له فور اتش نديلها ميدلوير اوس اللي هي بتاعت ال طب مش الوقت مش الوقت هنجيب الاول الكارت بيساوي سيشن كارت هن هنقول هن هنعمل الكارت الاول بيساوي او كارت كرييت قبل ما نعمل كرييت هنعمل ريكوست فاليديت على ايه بقى على الادرس ادرس ريكوايرد تعالوا نشوف احنا الكارت كنا بنحفظ فيه ايه فاليوزر اي دي والادرس والستاتس الستاتس اخده ديفولت فاليو اللي هي الاوبند يبقى هتبقى الكارت فيها ادرس هنكريت فيها ادرس ريكوست ادرس وهيبقى فيها يوزر اي دي اللي هو الاس يوزر او اس اي دي بصوا في دي طريقة نعمل بيها الكارت وفي طريقة تانية تبع الريليشن نفتح تيبل اليوزر كده فيها كارتس انا ممكن اقوم جاي اعمل كده اعملها لكم في كومنت هعمل لها كومنت بس هعملها كومنت هنقول اوس يوزر كارتس كرييت هنديلها الادرس بس دي صح ودي صح والافضل ان انت تستخدم الريليشن شيب يعني احنا نوقف دي كده بس مش غلط دي صح دي نسميها كارت اوبجكت وده كارت مثلا هنقول فور each الكارت اوبجكت الايتيمز as item هنقول له الكارت المفروض احنا كنا عاملين ريليشن في الكارت اسمها items هنقول له الكارت هات لي منها الايتيمز او مش جيب لي اعمل ريليشن مع الايتيمز اعمل لي فيها كرييت طب الايتيمز بيتحفظ فيها ايه بقى الكارت اي دي اوتوماتيك هيجي مع الريليشن البرودكت اي دي طبعا هنقول له برودكت اي دي اللي هو ايتم object id وعندنا ال quantity q2y ده اختصار لل quantity اللي هي item quantity لان ال item عندي فيها quantity عندنا ال price ده بير 1 يعني كل واحدة ولها ال price الخاص بيها item object هنجيب منه price في حاجة تانية لا كده تمام كده احنا عملنا create للكارت create للبرايس هنعمل في الاخر بقى return redirect للهوم بيج والمفروض يبقى فيه مسج مثلا لو احنا بنستخدم وليكن سويت اليرت
كارت سبميتد سكسسفولي مثلا. تمام، تعالوا نعمل ريفرش، نربط الراوت بتاعنا هنا، نقول له الراوت كارت ستور الميثود بوست. طالما الميثود بوست معاها على طول من غير تفكير سي اس ار اف توكن، وليكن العنوان بتاعنا كايرو مثلا او جيزة، دوكي، نعمل سيف. تمام، نشوف هتسيفت ولا لا. اتعمل لها سيف، يبقى احنا كده ماشيين تمام. بس في مشكلة، الكارت لسه موجودة، فلازم نمتي السيشن خالص. يعني بعد ما نعمل الكلام ده هنعمل سيشن forget الكارت. خطوات تاني، تمام كده الكارت بقت صفر. طالما الكارت بقت صفر فاحنا ممكن نيجي في صفحة الكارت هنا كده، هنقول له اف الكارت اي او ال اف نوت كارت، او مثلا الست الكارت ايتمز، يبقى ظهر لي الكلام ده التيبل ده. وفي الالس هيبقى مثلا اتش واحد كلاس تكست سنتر اليرت اليرت وارنينج كارت از ام تي بليز add products to cart مثلا. هل في كارت؟ تعالوا نعمل دي دي للكارت ده كده. اكشولي هو موجود بس اخد ديفولت فاليو زي ما احنا عاملين له، لو الكاونت اكبر من صفر هضغط هنا يودينا الصفحة الرئيسية. تعالوا نعمل دي في اللي اوت في الناف بتاعنا، في دروب داون اللي هو ده اسمه دروب داون. لا مش هيبقى اسمه دروب داون بقى، لو اس، لو احنا اس هيبقى اس يوزر نيم اهو، احنا مسمينه يوزر فعشان كده جه يوزر. اوز بتاخد else برضو، هنديله مثلا guest، لو مش اوز هياخد guest، هيبقى guest. طيب اللينكس دي بقى
في دروب داون ايتم، 2 واحد هيبقى ريجستر ولوجن، ده في حالة ال نوت اوس. لو اوس هيبقى واحد بس لوج اوت. الاتنين دول هيبقوا في الالس، واحد هيبقى ريجستر والتاني لوجن. هنا اللوج اوت هنديله راوت لوج اوت وهنعمل له حالة، والريجستر راوت ريجستر هنعمله برضو حالا. لوجن معمول قبل كده، راوت لوجن. بس مش معمول له نيم، اللوجن مش معمول له نيم، فبالتالي هنعمل هنا نيم لوجن. تعالوا نعمل لينك للريجستر، ريجستر فورم، ريجستر فورم او ريجستر بس زي ما احنا مسمينه، زي ما احنا عاطينه الراوت في الـ في الفيو. هنيجي اللوجن هنا، هيبقى فانكشن ريجستر فورم، هن ريتيرن فيو سايد دوت ريجستر. تعالوا نعمل الفورم ده في الاوس، لا هو اوس بقى مش سايد، هيبقى اوس. طبعا زي ما علمتكو اللي اوت بتاعنا الماستر، هنقول سيكشن كونتنت ان ذا سيكشن. تعالوا نعمل اللوجوات على السريع، زي ما في اللوجن في لوج اوت. لوج اوت ال يو ار ال لوج اوت برضو. نقفل الكارت كنترولر، الكارت ما عادش ليه لازمة معانا، واللوجن برضو لوجن كنترولر تمام. ريجستر والهوم نقفله، والنف هنقفله، والكارت اوبس كده تمام. نيجي هنا لوجو الكنترولر فانكشن لوج اوت. اللوج اوت حاجة بسيطة جدا، اللي هي هنقول له اس اس لوج اوت بس كده. هن ريتيرن ريدايركت للمين بس بتاعنا، نعمل ريفرش لوج اوت. هو الجست اخد الهوم از راوت، احنا ممكن نشيل ده مش هنحتاجه في ال في اللوج اوت. لوج اوت
دلوقتي بقينا جيست، نضغط على ريجستر مثلا، ودلنا صفحة الريجستر. تعالوا نعمل الفورم بتاعنا بقى بتاع الريجستر. مبدئيا كده اليوزر بياخد ايه؟ عندنا النيم والايميل والباسورد والتايب. هنعمل فورم، فورم جروب ليبل، وليكن ده النيم. انبوت تكست النيم، الاي دي نيم برضو، كلاس فورم كنترول، نعمل دي 6 مثلا او نص الفيو. والنص التاني هيبقى الايميل، ناخد دي كوبي كده. بدل نيم هيبقى ايميل، طيب بالنيم بالاي دي ايميل. هنشيل الفورم جروب، كلاس رو مثلا، كونتينر، تمام كده. عندنا ايميل وعندنا نيم، الباسورد طيب باسورد او باسورد باسورد باسورد، ناخد كمان كوبي منها، باسورد كونفيرميشن، كونفيرميشن نفس التايب باسورد. وهنعمل انبوت هيدن التايب، الفاليو بتاعته هتبقى كلاينت. او ممكن نستغنى عن دي، نعمل الفورم بتاعتنا هنا، الريجستر ناخده بس في جنب لوحده، هنا الريجستر والبوست بتاعته، تبقى اسمها ريجستر بوست، ونشيل الجست دي. تعالوا نعمل البوست بتاعت الريجستر بقى، الفانكشن بتاعتنا الريجستر بوست، تاخد مني الريكوست وبس. اول حاجة نعملها الفاليديشن، عندنا نيم required max 255. تعالوا نشوف السايز بتاعنا كام الأول، 255 تمام. والإيميل زيه، إيميل required
في فاليديشن للايميل اسمه يونيك، بنديله التيبل وبعدين الكولوم اللي هو الايميل، بعدين الباسورد required confirmation او confirmed تعالوا نعمل ال error message ناخدها من اللوجن مثلا. هنا كده هنديله مثلا class alert danger، بعد ما عملنا الكلام ده هنقول input بيساوي request only او request all، هنزود على الانبوتس التايب بيساوي client. انا ما عملتوش ليه في input hidden، لان ممكن يوزر ذكي كده يوم جاي يعمل inspect يغير، بدل اليوزر يعمل او الكلاينت يعمل ادمن ويدخل يشوف الداشبورد عادي، فده أأمن بكتير من الـ input hidden. هنعمل هنا يوزر create الـ inputs، بعد ما اعمله create هن register او هن login اليوزر ده، login using id، بعمله login بال id، هديله اليوزر id بس، return هناخد هنا اللي فوق اللي هي لو الطيب ادمن يوديني كذا، ولو الطيب او هناخد دي بس على طول لان احنا كده كده مش ما فيش ادمن هيعمل ريجستر من هنا. تمام، وما ننساش برضو الريدايركت اللي احنا حطيناه هنا، في input hidden انا حطه اهو، نحطه هنا برضو بحيث ان لو في redirect يوديني. تمام كده، تعالوا نشوف الفورمة بتاعتنا. المفروض دي جوه الاسيت اصلا مش بره. نظبطها في الأغنية كمان، تعالوا نجرب. هنشوف ايه في الايرورز دي، اف هنقول اف اسيت ايرورز اند كاونت errors all اكبر من صفر،
تمام كده. ايه ده، نسينا اهم حاجة، البطن اللي هيعمل السبميت. input submit register مثلا class form control button info. لا كبير اوي، نشيل الفورم كنترول مثلا. تعالوا كده نعمل يوزر جديد. ايه ده، نسينا نحط الاكشن الروت. ريجستر بوست الميثود بوست سي اس ار اف توكن. هنشيل الكلام ده كله، الريجستر من الاول. كونفيرد تمام، اعمل لوجن وكل حاجة تمام. اقدر اعمل كارت عادي كده، معايا عنصر، معايا اتنين في الكارت. اعمل اد لده، نشيل ده مثلا من عندنا. نيكست الادرس، ادخل اللي انا عايزه. اتعمل سبميت. تعالوا نشوف الكارتس اهي اللي انا لسه مدخلها حالا. الايتمز بتاعتها المفروض ايتم واحد، كونتس اتنين، برودكت رقم ثلاثة. تعالوا نشوف الداشبورد بتاعتنا. لوجن يوزرز مثلا، ادمن، والباسورد نفس الباسورد. دخلنا على الداشبورد، ندخل على الكارتس. تمام، عندنا الكارتس موجودة اهي. اخر كارت عندنا اهي، واول كارت عملتها لما كنت عملتها يدوي. نغير الستيتس بتاعتنا عادي، نشوف الكارتس عادي. هو 66 ده الادرس، وده البرودكتس، ده برضو البرودكتس، وده البرايس والادرس واسم اليوزر. وبكده انتهى الكورس بتاعنا. اشوفكم باذن الله في كورس جديد، واتمنى يعجبكم. وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للبيج، وبإذن الله هيبقى في دايما كورسات جديدة وهتعجبكم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.